هنتكلم دلوقتي عن الـ Structure Frame. أو اللي هي الـ Beams يعني. طيب محتاج إيه في الـ Beam؟ أو محتاج التاج بتاع الـ Beam يكون إزاي؟ تعال نكتب سامبل كده ليه. محتاج إن هو يكتب لي B1 مسطرة ويفتح قوس ويكتب لي الأبعاد بتاعته اللي هي وليكن 300 في 600، صح؟ ده الطبيعي. أو يكتب لي B1 بس، في حالة إن B1 دي ليها جدول، الجدول ده في القطاع والتسليح. لكن خلي بالك في المشروع بتاعنا كان البي 1 دي تسليح والقطاع كان بيكتب على الرسم، فتختلف بقى.